Apa Anda mimpi punya rumah yang indah tapi masih bingung cari jasa desain yang murah dan kontraktor yang amanah? Anda tidak perlu bingung karena sekarang ada tim Musomim TV. Musomim TV, murah, amanah, dan berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. أذكر بشيء من الأمور المتعلقة بولائم الزواج خصوصاً أن الصيف قادم وأن الصيف تكثر فيه دعوات الزواج فأقول يجب على أهل الإيمان أن يتقربوا لله عز وجل بترك الإسراف في ولائم الزواج والإسراف لا يأتي بخير قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والإسراف من أسباب زوال النعم لأن هذا من امتهان النعمة وعدم شكرها والله عز وجل قد وعد الشاكرين بالمزيد ووعد الكافرين بالعذاب الشديد ومن أنواع العذاب أن يحرموا من الانتفاع بأموالهم ولو كان عندهم مال ولذلك على عباد الله أن يتجنبوا الإسراف في مثل هذه المناسبات ومن الأمور المتعلقة بهذا والتي شهدنا تغيرا في أحوال الناس في ممارستها أننا في الزمان الأول كان الناس يحرصون على دعوة الصالحين لزواجاتهم لأن هذا الصالح إذا جاء سيدعو بالبركة وسيكون ممن يسعى إلى صلاح أحوالهم وهذا يجعل الزواج مباركا ويكون من أسبابه نشوء الذرية الصالحة بإذن الله عز وجل فلعل أحد المدعوين يستجاب له في هذا وإذا نظرنا إلى حال الناس اليوم وجدنا أنهم قد خالفوا ما سبق وجدنا جزءا منهم يحرص على دعوة المشاهير على دعوة الموظفين على دعوة أصحاب المال والوجاهة على دعوة من لهم مكانة في عند الناس وينسى أولئك الصالحين فحينئذ علينا أن نعيد مثل هذا الأمر فليس المعيار في من يقتدى به أو من تتوجه إليه الأنظار أو من يسمع إليه أن يكون من المشهورين وإنما المراد أن نتقرب إلى الله عز وجل بالاقتداء بأهل الخير والصلاح قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وحينئذ علينا أن نحرص على من نستفيد منهم بدعوة صادقة بالاستفادة من توجيههم ونصحهم من نستفيد من وروده عندما يرد معه الملائكة وآخرون إذا وردوا وردت معهم الشياطين ولذلك علينا أن نعيد صياغة اهتماماتنا في من ندعوه إلى ولائمنا وحفلاتنا ومناسباتنا حتى نكون بذلك ممن استفاد جاء فدعا بارك الله لكم فتح الله لكم أبواب الخير والآخر جاء ومنتهى أمره أن يشكر بلسانه والله أعلم بما في قلبه وهذا يدلنا على شيء وهو أنه يجب أن نقطع المباهات والمفاخرة عن ولائم الزواج يحتفلون في القصر الفاخر الذي تدفع مئات الألوف فيه ويجمعون فيه كثيرا من عباد الله انظروا كم جاءنا يا أخي زواج عقد الزواج وحفل الزواج ما أقيم إلا للإشهار وإلا ليكون سببا من أسباب سعادة الزوجين أما أن تفعل هذه الأمور العظيمة فيفتح ذلك المجال للأعين ويكون سببا من أسباب فساد العلاقة الزوجية فهذا ليس من العقل في شيء فضلا عن الديانة ولذلك الواجب على العباد أن يعيدوا صياغة حفلات زواجهم لتكون على المنوال الشرعي أحسن الله إليكم على الشيخ وجزاكم خيرا.